يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات هذا الأسبوع تحديداً، لأن احنا على مدار اليومين اللي فاتوا كان البرنامج أجازة لأسباب مختلفة، سواء فيما يتعلق ب أول أمس ونهائي البطولة العربية لكرة السلة واللي توج فيها النادي الأهلي باللقب، وكانت حاجة جميلة جدا أن قناة النادي الأهلي نقلت هذه المباراة على الهواء مباشرة، وفرحنا أكتر وأكتر بفوز الفريق باللقب لأول مرة في تاريخه. ومبارح كمان كان في احتفالية النادي الأهلي ب 6 أكتوبر طبعا، وهذه الحرب طبعا الكبيرة واللي احنا عمرنا ما هننساها، والعزة والكرامة كان قدرنا نستعيدها من خلال حرب 73. فقناة النادي الأهلي أيضا كانت عاملة احتفالية كبيرة، فبالتالي حلقة النهاردة هي حلقة مهمة ودسمة جدا، وعندنا فيها أخبار كتير جدا جدا على مستوى الأصعدة أو على جميع الأصعدة تحديدا، سواء على مستوى الصعيد المحلي أو العالمي أو قبل كل ده طبعا كل ما يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله، خصوصا في ظل الساعات الأخيرة القليلة جدا واللي كان فيها كلام كتير قوي في بعض الملفات المهمة، وأكيد هيكون عندنا تعليق مهم جدا عليها وتوضيح أيضا لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. الريتم بتاعي هيكون سريع شوية عشان أقدر ألم لحضراتكم أكبر كم ممكن من الأخبار و الأحداث المهمة. عندنا كمان حدث غاية في الأهمية وهي مباراة منتخبنا الوطني مع ليبيا في تصفيات كأس العالم الجولة الرابعة، إن شاء الله بإذن الله نحافظ على الصدارة من خلال هذه المباراة، وهنشوف كل الكواليس قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة اللي هتكون في تمام الساعة 9 مساء هناك في ليبيا، إن شاء الله منتخبنا يكون موفق جدا فيها. كمان منتظرين تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، هو طبيعي بيتعلق بمباراة اليوم ما بين منتخب مصر مع ليبيا. احنا عارفين ان احنا متصدرين طبعا المجموعة قبل هذه المباراة برصيد 7 نقاط، ليبيا 6 نقاط، فبالتالي توقعك لتشكيل مباراة مصر النهاردة تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفة. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الأهلي يكرم حسن حمدي وحسن مصطفى ويمنحهما القلادة الذهبية. وفي الترند المحلي، الليلة المنتخب يواجه ليبيا بتوفيق رب. ولسه مع الترند المحلي وفيما يتعلق بمنتخبنا الوطني، تغييرات متوقعة في التشكيل ده أمر شبه مؤكد. طيب خلينا نقول لحضراتكم أبرز المباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله تعالى. النهاردة تحديدا كان في عدد من المباريات، وهقول لحضراتكم كمان مشاركات لاعبي النادي الأهلي في منتخباتهم. عندنا ميكيسوني، عندنا علي معلول لعب امبارح، عندنا أليو ديانجا كان عنده مباراة امبارح مع منتخب بلاده. لكن خليني أقول لحضراتكم المباريات النهاردة تحديدا، الساعة 3 العصر كانت مباراة موزمبيق مع الكاميرون، مباراة شارك فيها نجم النادي الأهلي ميكيسون في يعني تقريبا معظم دقائق هذه المباراة اللي انتهت بفوز الكاميرون بنتيجة 1-0 عشان خلاص تنعدم آمال موزمبيق في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022. هقول لحضراتكم بالظبط ميكيسوني لعب كام دقيقة، لعب لحد دقيقة 84 وتم تغييره، لكن أدى بشكل جيد. طيب المباراة الثانية اللي بتهمنا قوي قوي هي مباراة الجابون وأنجولا، مباراة انتهت كانت الساعة 3، انتهت بفوز الجابون بنتيجة 2-0. كده يبقى ترتيب المجموعة كالآتي، مصر قبل مباراة النهاردة في المركز الأول برصيد 7 نقاط، المركز الثاني ليبيا 6 نقاط، المركز الثالث الجابون 4 نقاط بعد فوزها النهاردة على أنجولا، والمركز الرابع أنجولا برصيد 3 نقاط فقط لا غير. بوركينا فاسو هتلعب مع جيبوتي الساعة 6 في نفس توقيت كوت ديفوار مع ملاوي، والساعة 9 بالليل مباراة مهمة جدا منتخبنا الوطني هناك في ليبيا مع منتخب ليبيا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله. بمناسبة المنتخبات خليني أقول لكم إن علي معلول كمان نجم النادي الأهلي شارك مع منتخب تونس في مباراته امبارح أمام موريتانيا هناك في موريتانيا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ومعلول شارك في 90 دقيقة كاملة. في المقابل ديانج ما شاركش في مباراة مالي وكينيا، واللي قدر فيها كينيا ان هو يفوز على مالي بنتيجة 1-0. دي ابرز المباريات. خلينا سريعا نروح لفاصل، بعدين نرجع نكمل فقرات الحلقة الهامة جدا النهارده. استنونا.
Ladies and gentlemen, winter is here. Please welcome your defending Mr. Olympia, Mamdouha Big Ramen. اهلا بحضراتكم من جديد. هبتدي بالنادي الاهلي واخر اخباره واهم كمان الاحداث بخصوص النادي، وبعد كده نروح على المنتخب ونتكلم عنه بالتفاصيل. النهارده النادي الاهلي اعلن ان هو هيكرم كابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى وهيمنحهما القلاده الذهبيه، طبعا نظرا للعطاء الكبير للرياضه المصريه من شخصيتين كبار جدا جدا زي دول، وده اللي اعلنه النادي الاهلي النهارده. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاسبق قلاده الاهلي الذهبيه تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد عن 50 عاما قضاها في خدمه النادي في المناصب المختلفه لاعبا ومديرا للكره. طبعا مسيره الكابتن حسن حمدي مش محتاجه ان احنا نتكلم عليها كتير يعني في الحقيقه، ومشرفا على الفريق الاول لكره القدم وعضوا بمجلس الاداره وامينا للصندوق ووكيلا للنادي ونائبا للرئيس ومرئيس للنادي في الفتره من 2002 حتى 2013، وكانت فتره مليئه بالعديد والعديد من الانجازات التاريخيه. كما قرر مجلس الاداره منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد قلاده الاهلي الذهبيه ايضا تقديرا لعطائه الكبير للنادي الاهلي لاعبا ومدربا للفريق الاول لكره اليد وما قدمه للرياضه المصريه والعالميه في العديد من المناصب المحليه والقاريه، سواء رئيسا للاتحاد المصري لكره اليد ثم الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه حتى تولى رئاسه الاتحاد الدولي لكره اليد منذ عام 2000 ولمده 6 دورات متتاليه مستمره حتى الان، وطبعا مقدم نجاحات كبيره جدا على الصعيد العالمي بالتحديد بخصوص رئاسته للاتحاد الدولي لكره اليد. وقرر المجلس اقامه حفل تكريم للرمزين الكبيرين بدار الاوبرا يوم 20 من الشهر الجاري، وده دايما دور النادي الاهلي في تكريم رموزه سواء رموز النادي الاهلي او رموز الرياضه المصريه، ولفته جيده ورائعه جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. ده بخصوص هذا الخبر. تعالى بقى للجزئيه المهمه جدا جدا، وعلى مدار الساعتين ثلاثه اللي فاتوا كده الكلام كان كتير قوي على موسيماني ومساله تجديد تعاقده مع النادي الاهلي، الراجل هيمشي، الراجل في مشاكل في البنود ما بينه وبين النادي الاهلي وكلام ده. في البدايه خليني اقول لحضراتكم ان احنا من اسبوعين فاتوا في عز ما كانت الناس تتكلم على ان موسيماني هيمشي من الاهلي عشان خسر السوبر، وان ناس كمان قالت اسماء بعينها ان هي خلاص هتبقى موجوده مع الفريق خلال المرحله المقبله، قلنا لحضراتكم ان في نيه عند النادي الاهلي لمفاتحه موسيماني في مساله التجديد. طيب خلينا ناخدها واحده واحده. موسيماني اصلا عقده يخلص امتى؟ لسه بعد نهايه الموسم اللي هيبتدي، يعني عقد موسيماني مستمر مع النادي الاهلي، لسه موجود، لسه مكمل الراجل مع النادي الاهلي بخصوص عقده القديم. طيب الاهلي بيتحرك ازاي او الاهلي كان تحرك ازاي؟ طبيعي الاهلي لما بيبقى عنده حاجه مثلا كويسه من وجهه نظره شايف ان هو حابب انه يحافظ عليها سواء على صعيد الجهاز الفني او صعيد اللاعبين، فبياخد خطواته بشكل مبكر شويه، فبيفكر النادي الاهلي او مش بيفكر، هو فكر خلاص واشتغل في اتجاه ان هو يجدد تعاقد موسيماني مع الفريق. فبالتالي الناس قالت اصل موسيماني حط شروط والاهلي ما وافقش عليها وكلام من ده. انا مش عايز اتكلم في الجزئيه دي لان الاهلي ما اعلنش هل هو موافق او مش موافق على شروط موسيماني، الامور ماشيه ازاي، لكن هقول لحضراتكم الطبيعي ايه، الطبيعي ايه، وهرد على بعض التساؤلات اللي ممكن يكون بيسالها البعض. الطبيعي ان انت لما بتيجي كده كنادي عايز تجدد تعاقد سين من الناس فبتبتدي تفتح الموضوع وتتفاوض. عمر ما اي تفاوض، ركز معايا في الكلام اللي بقوله لك ده، عمر ما اي تفاوض هيخلص في الوقت ده. اول ما اجي اقول ايه بقول لك ايه ما تيجي يلا نجدد العقد هيقول لك اوكي يلا انا بمضي، ما فيش كده، ما فيش كده خالص في العصر اللي احنا فيه دلوقتي. الاهلي بيقول شروطه، موسيماني بيقول شروطه، ممكن شروط الطرف الاول مش عاجبه الطرف الثاني والعكس كمان ممكن يحصل، لكن بتبقى في جولات كتير، ممكن تكون جولة انتهت، ممكن تكون جولة انتهت، لكن لسه في عدد من الجولات الأخرى. طيب إيه اللي ممكن يحصل فيها؟ ممكن يحصل تجديد التعاقد، ممكن ما يحصلش اتفاق، كل شيء وارد، أي أمور تفاوضية وارد فيها أي حاجة. الموضوع إيه؟ مسألة عرض وطلب
يكون في توافق ما بيننا في مثلا رأي عندي حابب ان انت توافق عليه والعكس، ونشوف الدنيا تمشي ازاي، وفي الاخر بيوصل ايه الطرفين لصيغة محددة للعقد بيمضوا عليها والامور بتمشي يعني. طيب هنا السؤال، ماذا لو، خلي بالك، ماذا لو لم يوافق النادي الاهلي على شروط موسيماني في حالة تواجدها؟ انا برضو عشان انا بتكلم طبقا للامور او الاحاديث اللي بتطلع على مدار الساعات القليله الماضيه في وسائل الاعلام المختلفه، فطبيعي ان احنا بنرد، لكن احنا ما بنقولش اي تصريح رسمي على لسان النادي اطلاقا عشان يبقى كلامي واضح مع حضراتكم. لو ما فيش توافق ما بين الاثنين او ما فيش اتفاق ما بين الاهلي وموسيماني، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان موسيماني مكمل مع النادي الاهلي. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده ازاي؟ انا بقول لك اهو موسيماني مكمل مع النادي الاهلي على اقل تقدير لحد ما الموسم اللي هيبتدي ده يخلص، اللي هو ايه؟ اللي هي مدة عقده. لأن الراجل لما جه في شهر 10 اللي فات مضى سنتين. سنة خلصت، احنا في شهر 10 اهو، يبقى كده سنة عدت، ناقص سنة تانية تخلص شهر 10 2022 بإذن الله تعالى. ففي كل الأحوال الراجل مكمل. لكن الجولات التفاوضية إن حدثت فأكيد بيبقى فيه وجهات نظر مختلفة. مش معنى كده إن خلاص فلان ماشي، اللي هيمشي اكيد هيدفع شرط جزائي لو موجود في العقد. الانفصال بيتم بشكل محترم ما بين النادي الاهلي واي طرف اخر يعني. فهنتابع الموقف وهنشوف الامور بتمشي ازاي، لكن انا اللي مش عاجبني في الموضوع ان البعض بيحاول يصدر من خلال جزئيه زي دي لو حقيقيه، ماشي خلي بالك من الكلام اللي بقوله لحضراتكم، لو حقيقيه البعض بيحاول يصدر ازمات من خلالها، اللي هو ايه؟ الحق ده موسيماني ماشي من الاهلي، الحق ده في مدير فني جديد هيمسك الاهلي من بدايه الموسم اللي هو هيبتدي يوم 25. يحاول ايه؟ يحط ازمات. ما يا جماعه دي امور تفاوضيه، ممكن تنجح ممكن تفشل، عادي جدا. هي المفاوضات كده. لا الاهلي هيقف على مدرب ولا مدرب هيبطل تدريب. هيخسر، ممكن يخسر الاهلي طبعا. مش يخسروا العلاقه اكيد تبقى كويسه بتاع، بس خسر ان هو كان مدير فني النادي الاهلي يعني، ده حاجه في حد ذاتها كبيره جدا. لكن في نفس الوقت دي اجراءات تفاوضيه، وارد ان هي تنجح وارد ان هي ما تنجحش، ما بتخلصش من جوله واحده او ما بتخلصش من جلسه واحده، بيبقى في عده جلسات وبيبقى في تقارب وجهات النظر، وفي الاخر بيتم الاتفاق او ما يتمش. هي دي الامور بمنتهى البساطه عشان ما حدش يحاول يصور الصوره للبعض ان الاهلي فيه مشكله وان موسيماني الاهلي متضايق منه وموسيماني متضايق من الاهلي. وفي لا، احنا مجبولين على ماتشين مهمين جدا في دوري ابطال افريقيا دوري 32 مع بطل النيجر، بس مباراه صعبه جدا او مباراتين صعبين جدا لازم نحترمهم ونركز في المباراتين دول بشكل كبير جدا. فيما عدا ذلك ما تاخدش اي كلام تاني. انا بقول لحضراتكم اهو، لو مدرب مش حابب يكمل اكيد هيكون في اجراءات طبقا للعقد اللي ابرم من سنه واللي مستمر لحد سنه جايه. فيما عدا ذلك الاهلي مع موسيماني لحد ما الموسم يخلص الجديد اللي هيبتدي الدوري وقبليه دوري ابطال افريقيا يوم 16. يخلص عقده وبعد كده ممكن تكون الامور حصل فيها تقارب، ممكن يكون فيها حصل اتفاق، هنشوف ايه اللي هيحصل على مدار الايام المقبله. طيب بمناسبه النادي الاهلي خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار اللي تتعلق بالفريق، والفريق طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامكم على الشاشه بيستعد لمباراتي بطل النيجر الحرس فريق الحرس الوطني يوم 16 اللي جاي يوم السبت، ويوم 23 السبت اللي بعده. مباراه الذهاب هتكون هناك الاول، مباراه الاياب هتكون هنا باذن الله تعالى. الاهلي يكون موفق ويتاهل لدور المجموعات من بطولته المفضله واللي قدر انه يفوز بيها 10 مرات قبل كده. بعد مران النهارده موسيماني ادى للفريق راحه لمده 24 ساعه، وبعد كده يرجعوا بعد بكره ان شاء الله يتمرنوا بشكل طبيعي عشان يستعدوا للسفر يوم الخميس باذن الله. النهارده التدريبات كان فيها بعض التدريبات البدنيه المتنوعه، دي فقرات يعني المران النهارده، وايضا كان في بعض الفقرات اللي بتتعلق بالتدريب بالكره وبدون كره، واستمرت لمده 30 دقيقه تحت قياده كابيلو طبعا مدرب الاحمال بالنادي الاهلي. يعني دي ابرز واهم المباريات او ابرز واهم الاخبار تتعلق بالنادي الاهلي. بخصوص الاصابات لسه محمود وحيد يعني تقريبا المفروض ان هو خلاص بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي او بشكل تدريجي، ومتولي عنده بعض الالام في الركبه. الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، الاصابات مش كتير الحمد لله. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم شويه عن منتخب مصر، لان النهارده مباراه في الحقيقه غايه في الاهميه. لو منتخب ان شاء الله
يعني ربنا كرمه وقدرنا ان احنا نكسب الثلاث نقاط النهارده، يبقى خلاص نسبه 99.9% منتخب مصر وصل للمرحله النهائيه من تصفيات المؤهله لكاس العالم باذن الله. بعد الفاصل نتكلم عن المنتخب، استنونا. طيب منتخب مصر مباراه مهمه جدا امام المنتخب الليبي النهارده الساعه 9 بالليل باذن الله تعالى. يا رب منتخبنا يكون موفق على غرار المباراه اللي كانت في برج العرب واللي قدرنا ان احنا نفوز فيها بنتيجه 1-0. الهدف رائع، هدف رائع لعمر مرموش احد اللاعبين اللي هيبقى فيه امال كتير جدا عليهم خلال المراحل المقبله لمنتخب مصر، واللي اثبت يعني جودته و كفأته بالتواجد في منتخبنا الوطني وعمل مباراة كبيرة، والمنتخب كله عمل مباراة جيدة تحديدا الشوط الثاني في ظل ظروف احنا كلنا عارفينها. مدرب جديد ما بقالوش اسبوعين، يعني الدنيا ضيقة وصعبة شوية، فمش هتبقى او مش هيبقى الشكل والأداء احسن حاجة، لكن في حاجات كتير جدا مبشرة يعني بخصوص كيروش تحديدا يعني. فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في مباراه اليوم، وان احنا منتخبنا يقدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه. مش عايزين نخسر عشان ما نفقدش الصداره، عشان تفضل فرصنا اكبر في التاهل. الموقف دلوقتي بقى ايه في المجموعه؟ المنتخب المركز الاول بسبع نقاط، بعديه ليبيا في المركز الثاني بست نقاط، والمركز الثالث الجابون بعد ما فازت النهارده المباراه اللي خلصت من شويه على انجولا بنتيجه 2-0، فبقى عندها اربع نقاط من تعادل مع منتخب مصر في الجابون وفوز على انجولا هناك في الجابون. وانجولا بقى عندها ثلاث نقاط بس بعد ما كسبت الجوله، مش اللي هي لعبتها دلوقتي دي، لا اللي قبليها كسبت الجابون في انجولا. مصر باذن الله تعالى لو كسبت النهارده هتوصل للنقطه العشر. فالنقطه العشر من ماتشين، فالجابون هيكون ناقص لها ست نقاط، فهتبقى عايزه ان انت تخسر ماتش وهي تكسبك كمان هنا في مصر، فالفرص هتبقى صعبه، فنسبك انت الاعلى. هتترقب بس ليبيا وماتشاتها مع الجابون وانجولا. باذن الله باذن الله منتخب مصر لو قدر ان هو يوصل النقطه العشر النهارده بفوز يتاهل بنسبه تفوق ال 99% ان شاء الله للمرحله النهائيه والاهم والاصعب من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم باذن الله. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، الامور ماشيه هناك بشكل كويس. النهارده خبر بالنسبة لي يعني استغربته شوية، قال لك المنتخب أدى تدريبا تنشيطيا قبل ساعات من لقاء ليبيا. التدريب التنشيطي هم كاتبين أنه هو في قاعة من القاعات، فواضح أن هي بعض الإحماءات الخفيفة أو بعض الإطالات الاستريتشات اللي بتتعمل للاعبين لتجهزهم لهم مباراة اليوم. بس أنا أول مرة أسمع على حاجة زي كده، بس هم الناس أدرى أكيد، وفي مدير فني كبير هو عارف هو بيعمل إيه طبعا. وبعديها كان في محاضره من كيروش للاعبين، اتكلم فيها عن المباراه وركز على بعض النقاط المهمه سواء فيما يتعلق بالفريق او منتخب ليبيا او فيما يتعلق بمميزاتك انت اللي تحاول تشتغل عليها. انا متخوف بس من ارضيه الملعب بصراحه، يعني ان جيل من الجيل القديم شويه، فهيبقى في صعوبه بالنسبه لنا كمصر. هتقولي طب ما هو هي عليا وعليك، يعني ممكن ليبيا برضو يواجهوا صعوبه في الموضوع. اقول لك هم متعودين اكتر يعني على اللعب في ملعبهم، فالدنيا بالنسبه لهم هتبقى اسهل نسبيا واصعب عليك انت. هتقدر تتعامل مع الموقف ده ازاي؟ هل هيبقى في استراتيجيه معينه للعب على النجيل ده ولا لا؟ هنترقب ونشوف كيروش هيعمل ايه تحديدا في الجزئيه دي. الكل بيتكلم على التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني في مباراه اليوم. خليني اقول لحضراتكم الاقرب الاقرب حتى الان لتشكيل المنتخب الوطني في هذه المباراه. هيبقى الشناوي في حراسه المرمى. في خط الدفاع وارد جدا يحصل تغييرات. احمد حجازي والونش حاجزين مكانهم بنسبه كبيره جدا كاتنين في قلب دفاع منتخب مصر، وهيكون اكرم توفيق اقرب كباك رايت. البعض يقول لك احمد فتحي هو الاقرب، لا بنسبه كبيره هيكون اكرم توفيق هو اللي هيكون موجود في مكانه، خصوصا بعد المباراه الكبيره اللي عملها قدام ليبيا في مباراه الجوله الثالثه. التعديل اللي ممكن يحصل بنسبه كبيره في مركز الظهير الايسر هيكون ايمن اشرف مكان احمد فتوح، ده الاقرب، خصوصا ان انت اكيد هيكون ميولك دفاعيه اكتر في هذه المباراه بسبب العوامل المختلفه. انت بتحاول تحافظ على الصداره، بتحاول ان انت تتعامل مع ارضيه الملعب اللي بالنسبه لك مش جيده. في نص الملعب برضو الاقرب للتواجد هيكون طارق حامد، عارفين برضو سماته الدفاعية ولعب مميز وقوي جدا في وسط الملعب بجوار محمد النني أو عمرو سلية، ده أمر
هيبان قبل المباراه. طيب الرباعي الامامي عبد الله سعيد موجود، عبد الله سعيد موجود في الملعب بنسبه كبيره جدا، وهيكون صلاح ومرموش موجودين برضو، والكلام على مصطفى محمد او كوكا، الاقرب حتى الان هو مصطفى محمد. ده التشكيل الاقرب لمنتخبنا الوطني في مباراه اليوم امام ليبيا. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويفرحونا النهارده عشان نوصل للنقطه العاشره في سباق التاهل للجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لكاس العالم قطر 2022. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نتكلم في بعض الترندات المحليه، والحديث كله يعني على منتخبنا الوطني الاول ومباراه اليوم. فخلينا نبتدي بحساب في الجول على تويتر، واللي توقع سيناريوهات او سيناريوهين لتشكيل المنتخب الوطني امام ليبيا. تمام، فبالتالي خلينا نشوف في الجول، واكيد الناس كلها بتتوقع التشكيل النهارده خصوصا في ظل الترقب الكبير بخصوص هذه المباراه. قال لك السيناريو الاول هو الدفع بطارق حامد على حساب عمرو السوليه في وسط الملعب مع الحفاظ على بقيه التشكيل كما هو، ادي سيناريو. السيناريو الثاني قال لك يتضمن ايضا الدفع بطارق حامد ولكن على حساب عبد الله السعيد. هم دول التغييرين اللي ممكن من وجهه نظر او من خلال يعني معلومات موقع في الجول ان دول اللي ممكن يحصلوا في تشكيل منتخبنا الوطني. طيب قبل ما استكمل الترند المحلي خليني سريعا اروح لمداخله مهمه جدا جدا مع واحد من النجوم الكبار في تاريخ النادي الاهلي، سواء كان كلاعب او كمدرب او حتى كمدير فني للفريق، كابتن محمد يوسف. يا كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير يا كابتن، ومساء الخير على برنامجك الجميل وكل مشاهدينك، وسعيد ان انا اكون معاك والله. احنا اسعد يا كابتن يوسف، منورنا ومشرفنا. في البدايه طبعا امبارح انت عملت ماتش كبير جدا، واضح ان انت لسه في الفورمه والامور ماشيه بشكل كويس، وشلت كام كره كده في خط الدفاع، اتفرجت انا تابعتك. ربنا يخليك والله، هو الواحد بس بحكم شغله فدايما بيبقى لازم الواحد يعني بيتمرن ويبقى جاهز يعني على قد ما نقدر يعني، بس الحمد لله يعني الناس اشادوا امبارح بيا. اه ما شاء الله يعني بصراحه، قالوا لي لا ده انت جاهز يعني هترجع تلعب بقى. طبعا كابتن يوسف، عايز استغل فرصه تواجدك معايا واتكلم معاك عن مباراه اليوم الهامه جدا لمنتخبنا الوطني امام ليبيا. كيف ترى هذه المباراه، وايه السيناريو الافضل اللي يبتدي بيه منتخبنا الوطني في اطار المنافسه على التاهل للجوله الاخيره من تصفيات المونديال؟ هي طبعا المباراه حساسه قوي لان فارق نقاط نقطة لصالحنا، وفي نفس الوقت كمان اللي جاية بعد يومين من المباراة، يعني لعبنا 8 النهارده 11، ناس كتيرة داخلة في حساباتها موضوع الاستشفاء وانه يريح لعيبة والكلام ده كله. أنا وجهة نظري طبعا إن لابد إنه يبقي على نفس التشكيل اللي بدأ بيه المباراة. هو نفس التشكيل. هو ان انا ضد ان انا العب بره ملعبي، الثقافه دي خلاص اللي هي العب بره ملعبي امين شويه، وفي بعض الاراء بتقول ان طارق حامد يتم الدفع بيه جنب السوليه ونني على حساب عبد الله السعيد، ونلعب 4-3-3. يعني انا شايف طبعا ان احنا نلعب بنفس التشكيل 4-2-3-1، السوليه من اللعيبه اللي بتربط مين وبيقدر يكمل في الحته دي، والنني كذلك، ويبقى الاثنين متحركين بشكل عايز اقول في يعني تبادل، يعني السوليه يقف يبقى النني هو اللي بيكمل والعكس كذلك. ودي حاجه من الحاجات يا امير برضو اللي هتاخدنا نمره 6 بمفهوم اللي هو الدفاع البحت ده. هيبدا سنه بسنه يعني يتلاشى. وبص على فرق مانشستر سيتي، وبص على تشيلسي، وبص على هتلاقي نفسك وليفربول، هتبص تلاقي بص على الديفندرات بتاعتهم، هتلاقي ان هم بداوا سنه بسنه ما بيعتمدوش على 6 اللي هو الكاتر اللي هو اللي بقى مهمته بس ان هو يغطي على الفريق ويدافع وكلام من ده. بس انا شايف ان هو يكمل بنفس التشكيل عادي خالص، ويبقى عنده الاختيارات
اللي هي بتدير او اللي هي بيقدر هو بظروف المباراه وبادارته للمباراه يلجأ لها. استراتيجيه برضه بتاعته انا اعتقد انه ممكن يفكر، يعني كروش ممكن يفكر في ان هو يلعب انكماش الى حد ما شويه، لان يقرا تيم ليبيا. فريق ليبيا اكيد هيندفع من البدايه اكيد لتعويض الثلاث نقاط اللي هو خسرهم على ملعبنا، ولتعويض فارق النقاط، لان هو المنافس الاول ليه منتخب مصر. فهو لو ما خدش الثلاث نقط من منتخب مصر في المباراه دي خلاص احنا خلصنا المباراه الاولى بتاعتنا. بالظبط. وبالتالي ممكن يبقى فيه مساحات كبيره جدا في خط ظهر منتخب ليبيا، فتلعب على السرعات بقى. والميزه اللي عندك ان انت عندك اطراف الملعب بتاعتك اذا كان محمد صلاح او عمر مرموش، الاثنين بيجيدوا اللعب بالكوره وبيجيدوا اللعب حتى في المساحات الخاليه. بالظبط. من غير كوره. فدي ميزه كويسه جدا نقدر ان احنا نشتغل بيها، ويبقى عبد الله هو اللعيب اللي بينزل عشان ياخد معاه الناس، هو ومصطفى محمد، ويتم استغلال المساحات دي عن طريق عمر مرموش وعن طريق محمد صلاح، والاثنين بيقدروا يجيدوا. يعني سقوط مصطفى محمد هياخد معاه واحد او اثنين ممكن من المدافعين، وبالتالي يقدر المساحات دي اللي في ظهره اللي هيخلقها يشق فيها او ينطلق فيها محمد صلاح ويطلق فيها عمر مرموش. ده فكر من الافكار قد يلجأ له كيروش، خصوصا ان هو بيلعب مع منتخب ليبيا اللي هو النهارده اكيد هيندفع الدفاعات. كل ما الوقت هيمر كل ما منتخب ليبيا هتلاقي خطوطه بتجد فيها مساحات اكتر، وبتجد فيها المواقف الخاطئه او اللي تساعدك شويه، التمركزات اللي تساعدك ان انت تنطلق. طيب حضرتك يا كابتن يوسف كنت بتتكلم على ان ممكن الاقرب ان كروش يكون عامل يعني انكماش شويه بالنسبه للمنتخب في الجانب الدفاعي، عشان مش انكماش ده انكماش مقصود، مش اجباري، ده انا بحاول استدرج منتخب ليبيا. ايوه. ان هو يندفع تمام كاستراتيجيه، يعني عشان اقدر استغل المساحات ورا. تمام. طبعا. هل احدى خطط احدى الاستراتيجيات بتاعت يورجن كلوب في بعض المباريات، صح، انه بيأكتنج او بيحاول يستدرج المنافس عشان يبدا يستغل مانيه ويستغل صلاح في الانطلاقات دي. تمام. طيب الملعب يا كابتن يوسف، يعني الملعب نجيل صناعي، نقطه اكيد سلبيه بالنسبه لنا، لعبتنا مش متعوده على النجيل الصناعي، كيف يتعامل مستر كروش مع جزئيه زي دي ممكن تاثر على المنتخب في احداث اللقاء من وجهه نظرك؟ يعني بص، هو ارضيه الملعب كارضيه ملعب واداء مش هتاثر. يعني يمكن بعض انا قريت بعض الاقتراحات او الاراء ان بعض اللعيبه عندنا بتتاثر في ارضيه الملعب. هي اللي بس عايز اوضحه للناس ان ممكن بعد المباراه، لان في بعض اللاعبين اللي هم اجروا عمليات سابقه او عندهم بعض يعني الاصابات اللي بتاثر، الدكاتره او الاطباء بينصحوهم ما يلعبوش على ملاعب نجيل صناعي. نجيل صناعي، وبالتالي يعني بتبقى مضر. بس طبعا في ظروف زي دي كمباراه 90 دقيقه بظروفها، انا اعتقد ان مفيش حد من اللعيبه هيتاثر او ان هو هيطلب مثلا اعفائه من المباراه او كده. الكلام ده لما تكون بتلعب اكتر من مباراه في وقت متكرر دي اللي تاثر شويه، لكن مباراه اعتقد ان الفريق والجهاز الطبي اللي موجود مع المنتخب محضر اللعيبه كويس جدا، ودي يقدر يتم التغلب عليها بانواع كتيره قوي من الريكفري من الاستشفاء، وانواع كتيره جدا من بعض الادويه اللي بتتاخد قبل المباراه على اساس انها تخفف الالتهابات وتحاول انها تبقى، خصوصا الركبه، مفصل الركبه طبعا طبعا حاجه بتتاثر طبعا بالنسبه للعيب الكوره بالنسبه للملاعب دي. يعني فاعتقد اللعيب عندها من الخبره والحنكه والاجراءات الاداريه كمان اللي يتغلبوا عليها، لكن احداث الملعب ذات نفسه لا، لعيبتنا لعبت ملعب كده بالشكل ده وتقدر تأدي بشكل في يعني عادي خالص، انتيابية عادية خالص. وفي نفس الوقت كمان الملاعب دي بتبقى مميزة برضو في
سرعه الكوره، خلي بالك يعني انت اكيد بتخلي الكوره تجري اسرع. مظبوط. فانت النهارده عندك عنصر سرعات يتميز عن منتخب ليبيا. فعلا. يعني لما انا متاكد ان منتخب ليبيا النهارده اللعيبه بتاعت ده وخط الظهر بيقول لك ازاي هنتعامل مع عمر مرموش الراجل السريع اللي ناحيه الشمال، او محمد صلاح ناحيه اليمين. فهنا دي مهمه جدا ان هم يعني يستغلوا الحته دي في التمريرات وفي عايز اقول في المساحات اللي هي ورا خط ظهر المنتخب يعني. طيب كابتن يوسف، عايز اسالك سؤالين بشكل سريع، هو بيتعلق باثنين من اللعيبه الكبار جدا، بالتحديد محمد صلاح. محمد صلاح طبعا خارج التقييم، الراجل ما شاء الله عليه، يعني راجل يعني مشرفنا بره مصر وبيعمل مباريات كبيره واداء رائع، لكن ازاي نقدر نستغل محمد صلاح؟ لان احنا شفنا اخر كام ماتش لصلاح مع المنتخب، اعتقد احنا اللي مش عارفين نستغل امكانيات وقدرات محمد صلاح. ايه اللي ممكن يكون مؤثر بشكل او باخر في عدم اتخاذ الناتج المتوقع دايما محمد صلاح في كل مبارياته مع المنتخب او في معظمها الفتره الاخيره تحديدا من وجهه نظرك؟ السؤال الثاني، عمر مرموش وتقييمك ليه بعد اول مباراه دوليه ليه باول هدف اكثر من رائع؟ بص صلاح، انا مش شايف في اي حاجه بس غير ان هو اول مره يلعب مع اكرم توفيق. وهنا لو لاحظنا واتفرجنا على المباراه بتاعه منتخب ليبيا هتلاقي ان في تحركات كتير جدا لصلاح، كان بيخش لجوه طبعا، وبيشاور لعبد الله السعيد وبيشاور للنني ان هم يبداوا يلعبوا على اكرم اللي هو بيخرج من مكانه عشان المكان اللي فضاه له صلاح. صح. لما بنيجي نتكلم على ارنولد مثلا لما بيلعب ورا صلاح بيبقى في هارموني وفي في تفاهم كبير، في انسجام، ان هو عارف لو صلاح اشتغل على الخط اشتغل طولي يبقى خلاص هو بيقف يستناه، لو دخل صلاح جوه لو دخل صلاح جوه هيكمل. صلاح بمجرد انه بيندفع للداخل عشان يبدا ياخد من جوه او يبدا يخترق اختراق داخلي من جوه ما بين الباك ليفت وما بين السيد باك ناحيه الشمال، يبدا ارنولد هو اللي يندفع في الجهه الخارجيه على اساس تتلعب له. الهارموني ده لسه مش موجود، عشان كده صلاح شويه ما كانش عنده المساحات. يعني الراجل، حتى الراجل الباك ليفت لما كان صلاح بيخش كان الباك ليفت بيخش معاه. اكرم كان لازم يندفع في الحته دي بشكل اسرع شويه وتتلعب له كمان عشان نبين للمنافس بتاعنا ان انت لو دخلت مع صلاح طب ما الراجل ده هيبدا يضربك من الخارج عن طريق اكرم توفيق، وبالتالي الراجل هيبقى في حيره ما بين انه يضم مع محمد صلاح ولا يستنى يقفل المساحه بتاعته اللي اكرم ممكن يستغلها. هي بس مجرد هارموني شويه، حته عبد الله السعيد انا شفت فيه اكتر من تمريره كان بيحاول ان هو يلعبها لصلاح لما اندفع وخد وحاول ان هو يعمل اختراقات في بين خط ظهر منتخب ليبيا، لكن في حاجات طولت، في حاجات قصيره سوري يعني اتقطعت. لكن عايز اقول برضو ان اخر مره صلاح وعبد الله السعيد لعبوا كانت من فتره، كان بيتكلم من فتره كبيره. طبعا يعني من فتره. فانت النهارده الهارموني ده كله هيتواجد لما نبدا نثبت تشكيله، عشان كده ماتشات كتير. احسن حاجه ان الراجل يبقي على نفس تشكيله النهارده عشان يستفيد حتى بال 90 دقيقه اللي لعبه اول مباراه في حته الانسجام، في حته الاداء. يعني عمر طبعا لاعب كان مميز جدا في وادي دجله قبل ما يخرج، وكان من اللعيبه الموهوبين ونتاج المدرسه بتاعت دجله. اداء جيد ليه المباراه الاولى. كابتن يوسف، الخط قطع. طيب خلينا سريعا نروح، بنشكر طبعا كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي السابق، واتكلمنا بشكل مفصل عن استعدادات المنتخب ووجهه نظره في مباراه اليوم. هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا. سؤال حلقة النهارده كان ايه توقعاتكم لتشكيل منتخب مصر في مباراته اليوم امام ليبيا؟ ناخد توقعات حضراتكم، نبتدي بفادي محمد واللي قال مساء الفل. مساء الفل عليك يا فادي. اتوقع الشناوي، الونش، حجازي، ايمن، اشرف، اكرم توفيق، السوليه، طارق حامد، النني، صلاح، مرموش، مصطفى، محمد. ناخد كمان حماده الصواف واللي قال الشناوي في حراسه المرمى، ايمن، اشرف، الونش، حجازي، اكرم في الدفاع، طارق حامد، السوليه، النني في وسط الملعب، مرموش، صلاح، مصطفى، محمد. تقريبا دي امثل خطه من وجهه نظر حماد. ناخد كمان محمد عادل واللي قال الشناوي، ايمن، الونش، حجازي، اكرم، طارق حامد، السوليه، النني، مرموش، صلاح، مصطفى، محمد.
كمان احمد مصطفى قال مساء الورد والياسمين، مساء الفل عليك يا احمد، واتكلم في التشكيل قال الشناوي، اكرم، حجازي، الونش، ايمن، اشرف، طارق، حامد السوليه، محمد النني، محمد صلاح، مرموش، واحمد حسن كوكا. دي كانت توقعات حضراتكم لتشكيل منتخب مصر النهارده. في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، وان شاء الله يكون انتصار جديد يضمن للمنتخب بنسبه كبيره جدا التاهل للمرحله النهائيه من التصفيات. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج قريبا باذن الله. الى اللقاء. Big Rami's coming. Big Rami's coming. He's 300 pounds. You can't beat him. He's too big. He's bigger than Phil. He's bigger than Brandon.